السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم، اليوم نقدم لكم روتيني العناية ببشرة الوجه، البشرة اللي كتكون جافة ومتعبة مع أشعة الشمس. أول حاجة غنقوم بها وهي غنقوم بتقشير أو عمل قوماج للوجه بهاد الكريم اللي كيبان لكم إيفوليدار. هاد القوماج كنديرو مرة لوجهي، ما عندوش النفي ميغاكل، ماكشي كي فعلا كتبان لك النتيجة سير بلاص، ولكن كينقي لك البشرة شويه. كيعجبني الريحه ديالو، داك الحبيبات الصغار اللي فيه كنفرك بهم البشره مزيان. كنستعملو فقط واحد 5 دقائق وحنا كنفركو البشره ديالنا، ما كنفوتوش 5 ديال الدقائق باش ما كتحرقش لينا البشره. من بعد فحنا كنغسلو الوجه ديالنا بالماء البارد وكنشفوا الوجه ديالنا مزيان. هاد الروتين تقدروا ديروا مثلا مره في الاسبوع، اولا كل ما حسيتوا ان البشره ديالكم متعبه وجافه. احنا درنا الان تقشير البشره، نغسل الوجه ديالي وغادي نشفو. من بعد هاد الوصفة فحنا غادي نقومو بعمل ماسك تاني للبشرة من أجل تغذية البشرة وتنعيم البشرة. في هاد الماسك غادي نستعمل الخيار، كالخيار كناخدوه وكنحكوه حتى كيصبح عندنا بهاد الشكل. غادي نزيد ليه سكر حبيبات او سكر سنيدة، وغنمزج هاد المكونين جيدا مع بعضياتهم، وغادي نعمل هاد الماسك البشرة ديالي. كلنا عارفين الخيار باللي كينعش البشرة، كيغذيها وبنفس الوقت فهو كيرطبها. يمكن لكم بدل استعمال الخيار مع السكر خشن او سكر حبيبات، يمكن لكم تستعملوا الخيار مع الحليب بودرة، حتى هو ماسك مفيد جدا للبشرة. كنحطوا هاد الماسك على البشرة ديالنا كاملة، الاحسن الخيار يكون بارد تكون مخلينه في الثلاجه، عاد جبدوه ديروا به هذا الماسك باش تحسوا بانتعاش اكثر في البشره ديالكم. و غادي كما كتلاحظوا معايا غنطبق الماسك على البشره كامله وغادي نخليها ليها. نخلي لواحد المده تقريبا واحد 15 دقيقة كنخليوه على البشرة ديالنا. من بعد فحنا كنغسلو البشرة ديالنا، ديما كنغسلو البشرة ديالنا بالماء البارد وكنشفو البشرة ديالنا. وغنمروا الان الماسك الثالث اللي باش غنغذيو به البشره ديالنا. قلت لكم هذا روتين للعنايه بالبشره الجافه والتعبه مع اشعه الشمس. هذا الماسك تا هو زوين واللي فيه مكون واحد فقط هو الفرماج المثلث او الجبن، قلت لكم تستعملوا حتى كيري هذاك الجبن المربع. وغادي ندهن به البشره ديالي كامله وكنبقاو نماصيو بيدينا مزيان البشره ديالنا. اصلا كيكون هذاك الفرماج وداك الجبن كيكون ناعم، يعني كيسهل لك انك تبقى تدير بحال المساج للبشره ديالك به. حتى هذا كيغذي البشره، كيعطيها واحد النضاره وكيزول الاشعه ديال الشمس او هذوك البقع الداكنه اللي كتكون موجوده على البشره. كندلكو به للبشره ديالنا بشكل جيد كما كتلاحظوا. انا هنا دايره الفولار، ولكن الا كنتو هكا ما دايرينش الفولار
تدلكوا حتى العنق ديالكم. يعني هاد المساجات الكاملين او عفوا هاد الوصفات كاملين اللي وريتكم استعملوا حتى العنق او الرقبة ديالكم والوجه. غادي نخلي هاد الماسك واحد تقريبا 10 ديال الدقائق على البشرة ديالي. كما كتلاحظوا معايا انا غسلت الوجه ديالي من الماسك دائما الماء البارد، غادي نشف البشرة ديالي. انتم كما كتلاحظوا معايا راه ما كيبانش مزيان لان الاضاءة قليلة، ولكن بعد ما كديري هاد الماسك راه كتبدا تلاحظي ان الفرق في البشرة ديالك، كتصبح ناعمة. غادي ناخدو ماء الورد. هاد ماء الورد يمكن لكم ديروه فيه سبراي او بخاخ وتبقاو ترشوا على البشره ديالكم ديما بالليل قبل ما تنعسوا او لا مع الصباح زوين. انا هنا غناخدو غندير معاه شويه القطن وغادي نمررو على البشره ديالي باش كترتاح البشره ديالي، ما كتبقاش حمراء بكتر التدليك ولي ماسك. ودي ما يكون معاكم مع الورد صراحة زوين بزاف للبشرة وكيناسب جميع أنواع البشرة، يعني غير مضر نهائيا بالبشرة، يمكن لأي واحد يستعمله. في الأخير يمكن لكم تستعملوا أي كريم مرطب للبشرة ديالكم، أي كريم كتستعملوه انتوما عندكم في الدار تستعملوه ورطبوا به البشرة ديالكم. وكيكون هذا هو الروتين كامل للعناية بالبشرة. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تعجبكم هذه الاشكال ديال الفيديو اللي قدمت اليوم. الا عجبتكم الطريقه باش قدمت لكم الوصفات اليوم لانها مختلفه على باش الطريقه اللي كنت كنقدم لكم بها الوصفات، ما عليكم الا فقط تخليوا لي تعليق ديروا جيم لهذا لا فيديو. ولا عجبكم ان شاء الله كنقدم لكم فيديوهات قادمه فيها وصفات مقدمه بهذه الطريقه اللي قدمت لكم اليوم. شكرا على التتبع ديالكم، على الوفاء ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه، الضغط على الجرس بالتوصل الجديد للقناة، أيضا عمل جيم لهذا الفيديو وبارتاج ليستفيد من الجميع. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم، حلقة قادمة بإذن الله. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم، إلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.